السلام عليكم، كيف توما؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى اماكم تكون كامله بخير على حرص ما كتفرجوا في هذا الفيديو هادي. مرحبا بكم عاوتاني فيديو جديد. واخيرا جبرت الوقت انني نصور فيديو. من اللي حطيت فيديو للعرس وانا كنقول اليوم نصور، غدا نصور، اليوم نصور، غدا نصور، اليوم نصور، وهي هشك هي مش شاهدك. نجاوبكم على الاسئله ديالكم، وكما كتشوفوا العنوان هذا الفيديو ديال الاسئله اجوبه. كنتو سقسيتوني بزاف ملي بديت فيديو ديال التحضير ديال العرس، كتسقسيوني كتقولوا لي كتروحوا الاسئله ديالكم فين عملتي هادي وشكون عدل كيفاش، وقلت لكم وعدتكم اللي غنجاوبكم في فيديو، وهذا هو فيديو. ما نطولش عليكم، حطيت لكم ستوري في انستغرام، قلت لكم سقسيوني اي سؤال على العرس، اي سؤال تعلق على العرس، وغادي نجاوبكم بكل صراحه. كانوا بزاف الاسئله، بزاف بزاف لواحد الدرجه ماشي عاديه. حاولت نختصر، كتبت هنا كتشوفوا هنا هادو بعض من الاسئله ديالكم، مهم بزاف معاودين، ولكن بزاف الاسئله، يعني كاين شي وحدين سقساو في العمق ديال العمق. غنحاول نجاوب على ماكسيموم ما قدرت، ولي ما قدرتش نجاوبه ولا باقي عندي شي سؤال اخر، ما عليه غير تدخل على الانستغرام شي سؤال من غير هاد الاسئله اللي غنجاوب عليهم دابا، ونجاوبوا ان شاء الله علاش لا. سينو اللي كتشوفوني بوحديتي لا اليوم ولا في الفيديو اللي فات، ما كاينش معايا سفيان، لحقاش خدام وما كيجيب الاشياء، ما كنجباش الوقت انا نصور، سو اضطريت انا نصور بوحدي. بعدا قبل ما نبدا نجاوب بغيت نقول لكم شكرا بزاف على التهنئه ديالكم، وشكرا بزاف ليكم حيت قلت لي جيت مزيونه، الله يخطيكم، وشكرا على المباركه ديالكم، بغيت نقول لكم شكرا بزاف 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 بزاف. المهم نبدا مع الاسئله، غنبدا نجاوب على الاسئله، وغنجاوب اول سؤال على واحد بعض الفئه ديال الناس اللي ما عرفتش واش كيعملوها بالعاني ولا. مهم قلت غنجاوب عليهم، واش عاد عملتوا العرس وفهمتي انا تا شحال بقاو في الدار مع بعضيتهم عاد نضيعوا من العرس، واش عاودتوا العرس، هي كنتوا مشيتوا كيف العروسه عملتوا العرس. حنايا كنا مشيتوا كيف العروسه حيت كنا ضاربين صدق، ما كناش عاملين العرس، مش اصلا مش رضا العروسه انا تكون عامله ضربه صدق، يعني عامل العقد ياك. حنايا هنا في الشمال كنضربوا العقد عاد كنعملوا العرس، ماشي كنضربوا العقد كنعملوا العرس في نهار واحد، فهمتوا؟ يعني واخا كنعملوا العقد كيبقى كل واحد ساكن في الدار مع والديه. دونك انا في ديك الفتره كامله، في هاد الفتره كامله اللي دازت سفيان كان بوحدو وانا كنت بوحدي. كتشوفوا انا كنصوروا فيديوهات حيتاش كنصوروا فيديو اونصومبل، ماشي حيتاش كنعيشوا اونصومبل. هاد النقطه كان ضروري نجاوب عليها لحقاش داكشي كثر، وخا جاوبت عليها با مال دو فوا في فيديوهات كنقول لكم حنا باقي ما عملناش العرس، ولكن كاين بعض الفئه ما فهمتش. انا شرحت لكم حيتاش كي بعض الاسئله كيفوتوا على الحد ديالها، كاين شي ناس ما كيحترموش هاد الافكار ولا هاد الاراء، وصافي. المهم حنا عاد عملنا العرس، انا عاد التحقت بالدار ديال سفيان، عاد التحقت ببيت الزوجيه كما كيقولوا، فهمتوا؟ فهمتوا واضحين. حنا مشينا للعروسه، جينا ورجع كل واحد للدار ديال الوالده، عاد عملنا العرس. مزيان دابا ودابا ندوزو للاسئله. اول سؤال كان تطرح لي بزاف، والزيانه، الزيانه ولا النقافه كيف ما كيقولوا لها الناس ديال الداخل، النقافه، الزيانه، العداله، كل واحد كيسميها. انا الزيانه هاجر رايان مش حال هذه، وانا كتعجبني، كنحماق عليك الانسانه، كنوجه لها تحيه من هنايا، هي واحد الانسانه ظريفه بزاف، ماشي كنشكرها ولا شي حاجه، كاين فريمون ظريفه ظريفه، يعني من جينيراسيون الشباب، ماشي بحال شي وحدين كيكونوا كبارين اجي كتحشم منهم، ما تقدرش تقول لهم لا ما خصنيش هادي ولا لا. المهم هادي من جينيراسيون ديالنا. خدمتي بواحد الثمن موفق، ماشي غير حيتاش انا يوتيوبرز ولا كنحط داكشي في الانستغرام ولا ولا ولا، ولكن هي اون جينيرال كتخدم بثمن موفق، ما كاينش ديك الاسئله ديال لا، كتخدم بثمن موفق. ديجا اصلا انا عامله العرس على قد جهدي وعلى قد حالي، اختاريت الزيانات اللي كيخدموا بثمن رمزي، كيخدموا من قلبهم، وهاجر وحده منهم الثمن بالضبط شحال خدمت لي، ما نقدرش نقول لكم، انا اسفه، حيتاش داكشي كيختلف على حسب الشتاء وعلى حسب الصيف وعلى حسب النهار على حسب المكان وعلى حسب بزاف الحاجات، فهمتي؟ انا خدمتي بواحد الثمن موفق، واصلا انا صاحبتي كانت عملاتها خدمت لها واحد الثمن موفق عليا، فهمتوا؟ ديجا انا عملت 3 زينات وعاد زيت كسوه يعني 4،
باش نشرح لكم واحد الحاجه بالنسبه لينا حنايا. الزيانه هي اللي كتكلف بالمكياج، كتكلف بالباسي، بلي زاكسسوار، بكسوه، بكل شيء. يعني كسوي اللي كنت شفتو صور الفيديو اللي فات ديالها من عندها، وهذيك الصالون ديالها اصلا الصالون ديالها جا في الطلعه ديال بن ديبان، حضر وقت السر وصافي. بالنسبه للقاعه عملت امينه دوتشان، جات في عليبه هي الدائره 5. ديك القاعه هي كانت كتعجبني. المهم انا داكشي اللي عملت في العرس صراحه كامل كان كيعجبني، بقيت كان ترطى بعد معنا على ماما وبابا اش نعملها. هما اللي كانوا هما يعملوا لي العرس باي دوي. ماما وبابا يتكلفوا بالعرس كامل من ان زد، انا ما خلصت والو. سفيان عاوني في بعض الحاجات، ما غاديش ينكر طبعا عاوني في شي حاجات، ولكن العرس كامل كيرجع لماما وبابا. قلت لكم قاعه امينه الدوتشا خلاتها لي، نقول لكم تمنيشان، خلاتها لي ب 5500 درهم بلا سربايات يعني. كتبدا 5 كتوقف لك الغنى في 12 وصافي. بالنسبه للخرجه هي قالت لي انتردي في اخر ساعه، قالت لي انتردي تخرج من الخرجه. مي بون انا اصلا خرجت ساكته، ما عملتش الخرجه بفوضى، عملت خرجنا انا وسفيان راس في راس بسكات بلا صلاه وسلام بلا حتى شي حاجه. صافي هادشي كاين. سربين ديالها، سربين الله يعمرها، سلعه. هي شكرتهم لي في الاول، ولكن انا وماما كان انا تخوف منهم، حيت ما كتعرفوا السربعين كانوا ديك خاويه في عمرها، ماشي كلشي. مي بون سربعين ديال مينا الله يعمرها سلعه، لا من عماله ولا كلشي ديالهم. ما فيهمش ديك اللي في الاغلبيه، هادشي اللي مزيان فيهم تبارك الله عليهم. وهما اللي طلعوا العرس كامل، هما اللي وقفوه، هما اللي تكلفوا بزاف ديال الحاجات. ونقول لهم شكرا بزاف من هنا، شكرا نعيمه. الباسي انا عطيتكم هيدا بزربات ماشي شي فيديو طويل. سقسيتوني عاوتاني على الباسي ديال الزيانه. الزيانه كيف ما قلت لكم حنا عندنا هنا هي اللي كتكلف كل شيء، يعني الباسي، ماكياج، كل شيء. الباسي كاملين كانوا ديالها من غير اللبسه الثالثه اللي حطيت لكم بالتصاور، لحقاش كان وقع واحد مشكل في الكاميرا. المهم زينه الثالثه زينه العشاء، هذيك انا اللي زدتها باش نفتح واحد القوس عاوتاني. هذيك الزينه كامله كانت اختيار ديالي انا، اللي بغيت مشطه هكذاك، انا اللي بغيت ماكياج هكذاك، وهذيك اللبسه ديالي اصلا. دونك الزينه هاجر عملت لي داكشي اللي كان خصني. التعليقات اللي كانوا في انستغرام عليها ما دخلوا لي من هنا، ما خرجوا لي من هنا باش نكون واضحين حيت هذيك الاختيار ديالي وانا مقتنعه بيه واحد الدرجه ماشي عاديه. العدايه ساره، العدايه الناس ديال الشمال اللي ما عرف... الناس ديال الداخل عفوا اللي ما يعرفوش شنو هي العدايه، سمحوا لي، الناس ديال الداخل اللي ما يعرفوش شنو هي العدايه. العدايه هي ديك الانسانه ولا ديك السيده ولا ديك الحنونه اللي كتبقى تقول داكشي اللي صورته انا لابسه وانا مغطيه، لابسه الذهبي وقاس على الكرونة. هذاك كيتسمى العقيد ديال ليزر، العقيد ديالها عندنا في الشمال ضروري. كتقول لك الفال ديال الحنه، كتبقى تقول بحال الكلام اللي كيخلي، فهمت يعني، كيخليك تحس بلي انك صافي غادي تفارق الاهل ديالك وهما كذلك. كتقول كتطلب السماحه من، يعني كتهضر عني، كتطلب السماحه من الاهل ديالي، من الوالدين ديالي، وكتملك الفال ديال الحنه. ديك اللي ما فهمتوش شنو كتعمل مع ديك، كنا انا والعائله خالتي، هذيك بنت خالتي كتبادل، يعني كتعطيني من الحظ ديال في الحياه الزوجيه وصافي. المهم هادشي اللي كاين، انا حاولت نختصر لكم باش ما يجيش فيديو طويل. شكون تكلف بالطياب؟ المهم انا ما عملتش تريتور، لحقاش ديتو صراحه غالي، حنا كيجينا غالي. لو بغيتي الحاجه مزيانه تريتوري، اما تعمل تريتور مزيان ولا ما تعملش. باش انا نكون معكم واضحه، تريتور بالنسبه لينا جا غالي، دونك عملنا الطيابه بنت السيده اللي كطيب. حنا شرينا لها كلشي وهي كان عليها غير طيب، والطياب ديالها بشهادات اللي كانوا حاضرين في القاعه كامل كي حماق. بغيت نخلي لكم الورا ديالها، انا غنخلي لكم صندوق الوصف اسم حنان. الطياب غزال، هي طيبه السفه، طيبه الدجاج، طيبه اللحم، هادشي اللي طيبته هي. او صافي. المهم عندك طيب غزال، غزال جدا، غزال واحد الدرجه ما كتصوروش، ماشي كنزيد فيه، ما فريمون غزال. وفلان خدمته عند، عدلته عند فاتي افراح المدفون، وكلشي قال لي فلان واعر، فلان رويال بلوز. نجاوبكم بزربه حيت شحال الاسئله عندي بلا قياس.
ودابا الغنايه. بالنسبه للغنايه، الغنايه اسماء شرف. اسماء شرف خدمت لي ب 8000 درهم. انا نقول لكم نيشان شنو كاين. اي ما عرفتش اش كاين، ينتقدني لحقاش قلت الاسمينه، ولكن ما عندي ما نعمل. تي خلصنا زعما، ماشي كنا كانت كولابوراسيون ولا شي حاجه. خدمتي 8000 درهم تبارك الله عليها، حي حد في الارس، حي حد. ما شفتوهاش حي حد طبعا، لحقاش ما نحطش انا فيديوهات ديال الناس كيشطحوا، ما نحطش فيديوهات هي غير كتغني وصافي، ما كايناش انا. المهم اسماء شرف غنيه عن التعريف، معروفه هنا في طنجه بزاف وفي الشمال كامل. اللي قالوا لي كانت ساكته ولا شي حاجه. نقول لكم بلي هذيك الساعه اللي انا كنت فيها يعني مع ماشي الشعبي، وان العروسه كاينه وصافي، هادشي اللي كاين. بالنسبه للحوايج ولا لي كوستيم وجبادور اللي لبس سفيان، لي كوستيم اللي لبس سفيان وجبادور اللي لبس معايا في الاميره في الزينه الثانيه، هذوك كاملين مع انتاج العرائس. طبعا خليت لكم كونتاكت ديالهم في فيديو اللي فات، وغنخليه لكم دابا. هذوك كاملين من عندهم، هو جا في تطوان كيكري لي كوستيم، كيكري البلدي وكلشي. الجبادور الذهبي ولا الجلابه الذهبيه اللي كان لابس في الزينه الاولى معايا، هذيك ديالو، هذيك ديال سفيان، يعني خيطه، هذيك الحاجه الوحيده اللي خيط في العرس وصافي. قلت هاد الحنه، طبعا صحتي سمعني لك قلت هاد الحنه. المهم انا كنحاول نزيب لكم حيت انا ما كان كيعجبنيش نتفرج الفيديو طويل، قلت الفين نو. بالنسبه للحنه ولا انا العقيد ونقش في نفس الوقت، مهم ندير لكم بالنقش. النقش راه شفتوا كلشي على عينكم، مما الحنه تكلفت لي بالكونسا بالطابله، بزوق ديال الطابله كامل من غير قفطان ديالي، هذاك خيطته من فدهازي. والعدايه انا قلت لكم العدايه ساره حتى هي بالكونسا ديالها بكلشي. جاوني بزاف الاسئله كذلك على النقافه ولا الزيانه جرايين، واش كتخدم غير في طنجه ولا كتخدم في المغرب كامل؟ هي كتخدم في المغرب كامل، كتخدم حتى على برا. انا سقسيت هذا السؤال باش جاوبتكم، كتخدم حتى خارج المغرب، كتخدم خارج طنجه بزاف، كتخدم صراحه انا الباقي شفتها كتخدم خارج طنجه. والثمن طبعا كيتبدل على حسب البلاصه كيف ما قلت لكم. واحد السؤال تطرح عليا بزاف قتلني بالضحك، ما عرفتش علاش عيني مشدودين ولا علاش كنت معصبه في الزينه الاولى. عيني ما كانوش مشدودين، كانوا عيني محنيين. هذوك التقاليد ديال الزينه الطنجاويه اللي هي الشده، ضروري ما يكونوا عينك محنيين لحقاش. المهم كيقولوا العروسه كتكون حشمانه بين حبابها في الزينه الاولى، يعني في الزينه الثانيه عاد كتفتح عينها عاد كتشوف الناس. كيكونوا عيني محنيين كنشوف غير في الارض ما كنشوف والو، داكشي كان ضروري بزز مني نعملو ماشي بخاطري. انا كان عليا كوسة تحت عيني جبت كلشي، شكون جا شكون ما جاش. واحد السؤال اخر تطرح عليا، واش اعتنيت بالبشره ديالي قبل العرس؟ واش عملت شي سوان؟ انا قبل العرس صراحه ما دركتش نعمل سوان فيزاج، لحقاش كلشي جاب الزربه، ما جيت نعمل سوان فيزاج كان فات الوقت، يعني كانت 15 يوم باقي للعرس، وانا ما نقدرش نعمل سوان قبل 15 يوم لحقاش الجلده ديال البشره كتبدل، وديك الساعه الماكياج ما كيطلعش مزيان. ما عملتش، ولكن هادشي ما منعنيش انني نعمل وصفات في الدار. عملت بزاف د الحاجات، كنت كل ليله كل نهار كنضغط وجهي نعمل وصفه، نغسل او نعمل قوماج. المهم اعتنيت بالبشره ديال وجهي بزاف قبل العرس، ولكن غير في الدار ماشي في شي صالون، وما عملتش شي سوان د فيزاج بشي ثمن ولا عند شي بارا فارماسي ولا عند شي واحد. واذا بغيتو نقول لكم شنو عملت ديك الساعه، هذاك فيديو بوحديتو. وشعري كذلك، شعري ما عملتش شي سوان، كنت ناويه نعمل سوان وناويه نبدل كولور وبزاف الحاجات، ولكن كيف ما قلت لكم كنت مضغوطه بالوقت بزاف. شعري انا كنت صبغته في كحل شحال هادي، وبغيت في العرس نفتح شويه نعمل براياج ولا شي حاجه، ولكن جبرت باللي كولور شعري باقي فيه شبر كحل، ما يمكنليش نبدل. حاولت ولكن خرجت نتيجه كارثيه، لهذا في اخر نهار صبغت كحل اللي كتشوفوه دابا، وكحل اصلا كيجي معايا. ورينا الدهاز ديالك. الدهاز ديالي خصو فيديو بوحديتو طبعا، انا منكم انا موعدكم. الدهاز كامل، شنو القفاطن اللي خيط، شنو اللباس اللي خيط، بيجامات وداكشي كامل، صبابط وداكشي كامل، نعمل لكم فيديو خاص بوحديتو ان شاء الله، نقدر ينزل مور هذا. سؤال اخر كيقول
شنو هي احسن زينه عجبك فيها راسك نهار عرسك؟ الزينه اللي عجبني فيها راسي هي اللي قلت لكم انا اللي اخترتها. هذيك زينه انا كنت باغياها من شحال هذه، وهي طبعا عجبني فيها راسي بزاف. عدس شكر راسو. واحد البنت اخرى سقصتني من شريتي التقطيعات ديال القفطان ولا اللباسي ديالك. التقطيعات كامل شريتو من عند شنو اسمه، هو اسمه ابراهيم، المهم الدريسيه من عند امين وقيله اسمه، عمل في الحانوت امين. المهم ما قلتش عقله بالضبط ديك الساعه، صور لكم ستوري على عنده، هو اسمه ابراهيم، جا في الدريسيه. الكشاب ديالي كامل من عنده، من جلابه قفاطن قفاطن قفطان الحنه، لبسه د العرس واللبسه بيضاء اللي هي كتقسمني عليها في الانستغرام، ما شفتوهاش في اليوتيوب، ما في الانستغرام شفتوها، هذيك اللي هي ديالي اللي لبستها في الصباح. سفيان واش عاونك في العرس؟ انا جاوبت له هذا السؤال، اه عاونني في شي حاجه. دقيقيه ما حطيت لكمش لحقاش ما عنديش النمره ديالهم وما عرفاش الاسم ديالهم، هذوك جاوب دقيقه 90. في اخر لحظه قررنا نعملو الدقيقيه، في اخر لحظه يعني بقات نهار ولا يومين يبدا العرس. ماما اللي كانت هضرت مع السيد، المهم هو السيد مكلف بهم عام تريتور مروان، هو اللي مكلف ديك الدقيقيه. هو المحل ديالو جا في بني مكدا في مبروكه، فين ساكنين حنايا. بالنسبه للديكوراسيون ديال البيت، الديكوراسيون ديال البيت شافوها بزاف في الانستغرام، باقي ما شفتوهاش في اليوتيوب، ما نخلي لكم تصور دابا. هادو ديكوراسيون ديال بقى الايفنت، كلفونا عدلنا بيت في النهار ديال الخرجة، عدلنا بيت، انا نخلي لكم فيديو كذلك اللي كنا معاهم. المهم ها ليكيب ديال بقى الايفنت، بغينا نقول لهم شكرا بزاف على الديكوراسيون. الديكوراسيون كامله غادي تشوفوها من مور هاد الفيديو، وغادي تشوفوا بديتا كامل ان شاء الله في فايش سيد بغيت انا نقول لكم شكرا بزاف، تبارك الله عليكم، خدمه يا سلام، زعما صراحه بلا مجامله ولا هذا، صراحه خدمه نقيه وتعامل تبارك الله اكثر من رائع، كنصحوكم صراحه بهم بزاف. هو زعما ماشي غير لي زانيفرسير كيخدموا كلشي، على كيفاش شفتوا لي شومبر ديال العرس كيخدموا، المهم اي حاجه، التخرج اسبوع، اي حاجه. غادي نخلي لكم طبعا الصفحه ديالهم على الانستغرام، غادي نخليها لكم تحت في الفيديو، ديك الساعه دخلوا تشوفوا عندهم كلشي، داكشي اللي كيعملوه كامل تشوفوا عندهم في لاباج ديالهم انستغرام. ان شاء الله، تبارك الله عليكم وشكرا بزاف. شكرا الله يكمل عليكم، يا ربي امين، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، بارك الله فيك يا ربي امين، شكرا بزاف، بارك الله فيكم. وصافي هذا هو البيت اللي كانوا عدلوا لنا، حمقني انا بزاف، اخباركم دابا عاد البارح حيت نفخات، بقاو هكا كاملين. بغيت نقول لهم شكرا بزاف، شكرا فاطمه الزهره لهلا خاطيك، روعه جات ديكوراسيون روعه. كذلك فين دوزنا شهر العسل، ان شاء الله العسل ما صورت لكم شي دي فيديو، لحقاش مشيت نرتاح، باش نرتاح انا وسوفيا، ماشي غير انا مشيت نرتاح، مشيت حيت كنا عايشين في واحد ستريس ماشي عادي. صافي مشينا نرتاح، مشينا مراكش، مراكش والنواحي، مشينا اوكين ميدان من تخدمنا وبزاف د مطاع اخرين، شي صورت لكم في ستوري شي ما صورتوش، حيت هذيك 3 ايام ولا 4 ايام اللي مشينا لا مشينا باش نرتاحوا نتكلم نبدلوا الجو. وصافي واش عملنا عرس مشترك؟ انا قلت لكم الجواب، لي زانفيتاسيون دو مارياج، لي زانفيتاسيون دو مارياج جاوني مور ديك الفيديو اللي كنت حطيت بزاف الاسئله. لي زانفيتاسيون دو مارياج عند دعواتي هو كاين هنا في طنجه، كامل اي انفيتاسيون بغيتو يعني اي شكل. انا كنت اخترت هذاك ولكن وريتكم دي موديل، ولكن كاينين بزاف اخرين، الانستغرام ديالهم ولا السيت ويب ديالهم غنخلي لكم لتحت، دعواتي.ما ولا دعواتي.كوم، عند داك الشيء غزال يقولوا له حنا جينا من طرف بوتينا وعامل معكم الثمن، اصلا انا تم موفق جدا. مشاكل اللي واجهت في ايام العرس، مشاكل اللي واجهت في ايام العرس، هو العرس مضغوط
كنا مضغوطين بالوقت، ما دركناش نعملوا بزاف الحاجات، ولكن هادشي ما كيمعش اننا نعملنا بزاف الحاجات. العرس كامل ماما مسكينه ليه هاد كتبي الانجرات فيه، من داكشي كامل على قد الجهد ديالنا، داكشي اللي ضروري وصافي، ما داكشي اللي فوق اللي كيعملوه زايد ما عملناه شي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحمد لله عملنا داكشي كلشي اللي كان خصنا وضروري اللي خصنا نعمله، يعني عملنا قد اللي استطعنا عليه. شحال كلف بالضبط العرس؟ ما عرفاش بالضبط لحقاش كل حاجه وكيفاش كانت كلشي. ثم شفتوا كلشي اللي مهم عملناه، الحلوى، العصير، باستيلي، ولا كيقولوا ما عرفتش شنو كيقولوا من الناس ديال الداخل، باستيلي، ماكله، و الزينه، وقاعه زينه، وقاعه ذبيحه وصافي. هادشي اللي الحنه، العدايه، ونقاشه، وما ننساش الفرقه النحاسيه، لا باندا ديال عمر العاقل. الحمام سقسيتوني على الحمام والحايك وداكشي، واش كريتو عند من كريتو، والحمام واش مشيت نسبا ولا مشيت نحمام عادي، واش كريتو كامل ولا لا. هما الاسئله كامل نجاوبكم عليها. بالنسبه للحايك وداكشي كريتو من عند حمام العروسه الاصليه، هذا هو الاسم ديالها في فيسبوك، ونخلي لكم المره ديالها لتحت في صندوق الوصف. كتكري داكشي ديال الحايك وداكشي ديال السلهام العروسه، قفاف، المهم داكشي التقليدي والقديم كامل عندها، كريتو من عندها. حمام مشيت غير حمام عادي جدا، حمام شعبي. مشيت الصباح بكري باش نجبرو خاوي، ما شبرتوش كامل بوحديتي طبعا، مشينا انا وبنات. مشينا الصباح بكري مع ديك العشرة كاع كنا تما. صافي مشينا بكري باش ما يكون حتى واحد، باش يكون خاوي بليطو، واش بغيناه فريمون خاوي من الحيحة. ما نعاودلكمش ليا. واحد السؤال اخر تطرح عليا وبزاف وبغيت نجاوبكم عليه، علاش لا، علاش خبعت عليكم التاريخ ديال العرس؟ تاريخ العرس ما خبعتوش عليكم، بالعكس انا قلت لكم راه كان وجدنا العرس، ولكن بالضبط النهار فوياخ ما قدرتش نقولو لحقاش يلا قدرت نوجد على خاطري باش نكون معكم صريحة، وكذلك باش ما يبقاوش بزاف الاعيون عليا. خليت لكم حتى النهار باش قدرت، وعدتكم في الاول انني نشارك معكم وشاركت معكم، ولكن نهار قبل باش نقول لكم فوياخ ما قدرتش نقول لكم، انا اسفه. واحد السؤال اخر عاوتاني تطرح عليا، هذا من الاسئله المحرجه اللي طرحوا عليا، علاش ما عرضناش للناس ديال لاله العروسه ولا الاصدقاء ديالنا ديال لاله العروس؟ ما قدرتش نعرض على، يا بغيتي يا اما نعرض على كل شيء، اما نعرض على حتى واحد. وبعد الحاجات عندنا شنو كيسميهم، بعض حالات شخصيه ما قدرتش نعرض على البعض، والبعض ما عرضش عليه، لهذا ما عرضت على حتى واحد. انا عارفه عملت ديفو، ولكن للاسف ما نقدرش نقول لكم السبب بالضبط علاش. وصافي هادشي اللي كاين، هادو هما الاسئله الغالبيه. باقي واحد، اسمحوا لي، على السنان، واش عملت بلونشيمون؟ ما عملتش بلونشيمون، بالعكس كنت عملتو في شهر 7 واقيلا ولا 8، وسمعت بلونشيمون من بعد بقى كيمشي، لافي ديالو بقى كيمشي، صافي ما عملت من بعد موراه والو، غير شني بقيت كنغسل سناني بواحد كولكات، صراحة واعر سينيال اوبتيك وايت في الزرق، هو واعر بزاف، هذاك هو اللي كنغسل به حاليا لحد الان، وما عملنا لا بلونشيمون لا والو. هو كيعطي ديك لافي وقيلة ولا مع التصاور كيبان لكم بويت بزاف، مي عادي. المهم انا بقيت عاملة حتى لافي ديال بلونشيمون مبقاشي، انا كنشوف بلي مشى، دابا سناني عاديين طبيعيين. وصافي هاتي لي كاين. كنتمنى نكون جاوبتكم على الاغلبيه ديال الاسئله ديالكم، الاغلبيه على المهم على الاغلبيه ديال الاسئله ديالكم، وكنتمنى نكون جاوبتكم على الاغلبيه ديال الاسئله ديالكم، وكنقول لكم شكرا بزاف على اللي خبطيكم. ما عرفتش هذا الفيديو واش غنكون وصلت 100K ولا باقي، المهم اذا ما وصلتي وصلوني لي بالسيرفا، لحقاش كاينه واحد المفاجاه قريبه في الطريق، خاصني تعرفوها دغيا بحق نوصل 100K. صافي بغيت نقول لسوفيان خالتي مطعك هنا وهنا، توحشناك في الفيديو، انا توحشتكم معايا فيديو، نتوما واش توحشتكم معكم شي فيديو. صافي كيفي دات هادشي اللي كاين، شكرا بزاف، كنحماق عليكم وبسلام عليكم.